طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام تنقذ حياة والدتها من خلال طلب المساعدة باستخدام أليكسا. الطفلة دارسي كانت تعلم منذ صغرها أن والدتها تعاني من مشكلة في القلب ويمكنها طلب المساعدة عبر أليكسا. طبعا بالفعل استخدمت دارسي المساعدة الذكية أليكسا مرتين لإطلاق ناقوس الخطر عندما كانت والدتها البالغة من العمر 27 عاما مريضة. وفي الواقع الأم قامت بإعداد أليكسا بحيث تتحول إلى أداة للنجاة. بس خلينا نوضح شو هي أليكسا. أليكسا جهاز صغير، أنا عندي واحد في البيت كذا كرة صغيرة زي سيري. إيه زي سيري، تشتغل على الواي فاي يعني، وتقدرين يعني تتصلين فيها من خلالها في البيت، تلعب ميوزك. أكيد أكيد. وسعرها باي ذا واي مش غالي يعني. مش غالي، ما هو على حسب. بس هو الفكرة إنه أو برأيي بإنه برافو على الأهل اللي علموا الطفلة. هذه الطفلة إنها تكون يعني قد المسؤولية وإنها تطلب يعني تطلب مساعدة. هي فقط يعني قالت أليكسا كول هيلب، وقدرت انها تنقذ امها من خلال هاي الجمله. يعني هي بطله صغيره وامها برضه والديها يعني لهم كل الاحترام. لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانيه والوثائقيات والتقارير الاخباريه، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.